الفترة اللي فاتت مفيش تفاعل، مفيش. انا قررت ان انا ابطل اليوتيوب. اندموا بقى، اندموا ان مفيش تفاعل. طبعا كتير من الشباب اللي هم كانوا بيتكلموا معايا في فترة التوقف دي، كان جزء منهم بيطمن عليا، طبعا بشكره جدا، وجزء تاني بيحاول يدعمني ان انت لا ما تحبطش واحنا معاك ومش عارف ايه والكلام ده كله. شكرا جدا. انا ما كانش في احباط ولا هبطل يوتيوب ولا اي حاجه في الدنيا. لو يوتيوب عايز يبطل يبطل، لكن انا لا. فانا الحمد لله كويس جدا ولا احباط ولا اي حاجه في الدنيا خالص. انا بس كنت مشغول بشكل طبيعي جدا، كنت مشغول في شويه حاجات كده كانت فعلا اكله دماغي جدا. ومن الحاجات اللي كانت شغلاني هو اللي انا عامل عنه الفيديو ده مخصوص علشان اكلمك فيه، علشان اوثق اللحظه اللي انا فيها، وعلشان كمان اشاركك الحاله زي ما احنا متعودين مع بعض من زمان. يعني انا كنت مشغول في اني بعمل ابديت لنفسي، بعمل تطوير لمهاراتي، بجدد بس انا عملت ابديت بشكل مختلف شويه. يعني ما كنتش مثلا واقف هنا، فانا عاوز بقى ان انا اتنقل للمرحله اللي بعدها او ان انا اطور من هنا لهنا، لا كان الوضع مختلف شويه. كنت حاسس ان انا عاوز ابدا من تاني خالص، كاني زيرو، ما اعرفش اي حاجه خالص، كاني عمري ما مسكت ورقه وقلم ورسمت. قررت ان انا اتعلم من الاول تاني خالص. انا كنت بجرب لان انا كنت حاسس ان انا عاوز اعمل حاجه جديده، بس انا فعلا ما عنديش الطاقه ولا عندي مش يعني ما عنديش الرؤيه هبدا منين او انا رايح فين او كده. فقررت ان انا ابدا من الاول خالص، وكاني فعلا اول مره اسمع عن الموضوع الرسم ده خالص، ولا اعرف اصلا بيرسموا ازاي ولا كده، بس قررت ان انا ابدا اجرب. طبعا انا اتفاجئت انها فرقت معايا جدا، واكتشفت ان في تفاصيل صغيره قوي في المراحل اللي هي البدائيه خالص اللي انا عارفها اصلا من زمان وفاكر ان هي في جيبي بقى وشلتها من دماغي، بس لما عدت عليها تاني اكتشفت ان لسه في تفاصيل معينه كانت غايبه عنك ولسه جديده عليك، فتحت لك افكار انت ممكن يعني تبدا تشتغل عليها وممكن تطلع منها حاجات تانية تبقى جديده عليك تماما. ده احنا بنتكلم فين؟ في المستوى اللي هو الزيرو. وفضلت افتح في دروس قديمه وحاجات جديده، وحتى حاجات انا نفسي كنت بشرحها للناس بدات ان انا اسمعها تاني واشوفها تاني. انا اكتشفت ان انا ممكن بتعلم من نفسي، انا في معلومات كانت في دماغي بشتغل عليها، اكتشفت ان انا نسيتها او اكتشفت خلاص ان انا ارتحت لها، فخلاص ما بقتش محتاج لها. لما بقتش محتاج لها هربت مني وانا ما حسيتش. فقررت ان انا ابدا من الاول تاني، وبدات ان انا اشتغل على نفسي من الاول تاني زي ما انت بتشتغل على نفسك بالظبط. بدات افكار جديده تطلع، بدات افكار جديده افكر فيها اكتر، بدات اشتغل على نفسي في حته معينه كان في حته كده بكروتها لان مش متمكن منها وكنت ماجلها بقالي فتره، والفتره دي تلاقيها سنين اصلا. يعني حته مثلا في الرسم معينه، الحته دي انا عارف ان انا ضعيف فيها فبرسمها بشكل معين او بكروتها بشكل معين، فخلاص انا ارتحت على كده. اوعى تريح على وضع معين، خليك دايما عندك شغف ان انت تطور من معلوماتك، ان انت تطور من مهاراتك، خليك دايما في حاله ابديت. حسيت ان انا برسم حاجات انا دايما برسمها بس بشكل مختلف، ولكن اي حد غيري او بيشرحها بشكل مش مظبوط او حد حتى بيشرح معلومه مش عارف يوصلها كويس، انا باخد الفكره. انا مش همي ان انا اثبت ان انا احسن منه، انا مش احسن من حد، انا همي ان انا اخد المعلومه اللي انت حتى مش عارف تتكلم عنها دي وادور انا بقى عليها واشتغل على نفسي فيها. وطبعا ده نتيجته هتأثر على الناس اللي هي بتتعلم مني، فأكيد ده هيفرق في مستوى الحاجات اللي أنا بنقلها لك. فقررت ان انا دايما كل فترة هعمل ابديت لنفسي حتى لو همر على المعلومات اللي انا عارفها فعلا. طلعت بنتيجة مهمة جدا، ان انت طول ما انت مفتقر للمعلومة مهما كانت اتكررت عليك كتير وانت عارفها بل وبتعلمها لغيرك، افضل دايما محتاج لها. ومفيش مرحله بنعديها ونخش في اللي بعدها خلاص يبقى اللي فاتت ده خلاص في جيبك، لا مفيش الكلام ده. بترجع تاني وبتراجع تاني وبتستفيد استفاده جديده جدا. انت نفسك لما بتوصل لمستوى معين او لمرحله معينه كده بتحس بنفسك كده، بتحس ان انت مستقنيس كده، ان انا لا ده انا دي خلاص في جيبي كده. طول ما انت بترجع تاني كل فتره كده بترجع تعمل ريفرش لمعلوماتك القديمه والحاجات اللي انت عارفها من زمان، ده بيخليك عندك حاله افتقار للمعلومه، وبيعرفك قيمتك بالظبط. ان انت لما بترجع لمستويات بدائيه جدا بتكتشف ان فيها جديد وحاجات انت اول مره تاخد بالك منها. لان وانت بتتعلم في الاول، تخيل مثلا انت بتتعلم رسم الايد من البدايه خالص، فبتوصل مثلا لمستوى معين انت بتتبسط عليه فبتبقى عايز خلاص تتنقل بقى على ايه رسم تاني، لكن في تفاصيل جوه رسم الايد نفسها انت مش هتكتشفها الا لما ترجع تاني وتبقى قاعد قدام المعلومه كده مسكين ومفتقر ليها. فخليك فاكر دايما في حياتك عامه مش في الرسم بس، كل مرحله انت بتعديها ارجع لها تاني هتلاقي فيها برضه لسه بتطلع كتير. لما تسمع معلومه انت عارفها كويس جدا اسمعها باهتمام عادي كانك اول مره تسمعها، حتى لو انت عارفها وهتسمعها تاني اثرها بيتجدد عليك. يعني مهما عملت ومهما وصلت خليك دايما محتاج، خليك دايما جعان للمعلومات. اوعى في مره تقول كفايه كده انا بقيت تمام،
ما تاخدكش العنجهية بتاعت ايوه انا عارف حد يجي يقول لك معلومة، ما تشغلش بالك ان انت ازاي تثبت له ان المعلومة دي مش جديدة عليا، ما تشغلش بالك ان انت تثبت ان انت واد برنس ولا هممني اصلا المعلومة دي انا عارفها من زمان يا ابني، ده وانت رايح كنا احنا راجعين. الجو ده ما ينفعش في حاجة وانت بتتعلمها. حتى لو انت عاوز تطور من مهاراتك ومش عارف تبدأ منين، عادي ابدأ من اللي انت عارفه وعيد عليه تاني، بس اهم حاجة ما تقعدش كده، ما تقعدش ما بتعملش حاجة.